اول حد اكتشف موهبتي اكيد بابا وماما. فجأة لبست قميص نوم ماما ولبست كعب عالي، واحنا عندنا مستويين كده في الشقة، فطلعت على المستوى التاني ده وفضلت واقفة وعمال اعمل زي ياسمين خيام وهي بتغني ومش عارف ايه، ومتك يا محمد يا ابن عبد الله، وعمالة والكلام ده وانا عندي 3 سنين. ومدام يا ربي يا ربي خلقت لي دمعي من حجابك من حجابك، ان شاء الله ابكي دم. وانا صغيره متعلمه اغاني سيد درويش، لان كان عندنا كل سنه كان بيتعمل الذكرى بتاعته هناك قدام بيته، فكان الحمد لله ان انا كنت بروح اغني الاغاني بتاعته قدام بيته، ودي كانت ده حاجه فولكلور عندنا بيحصل كل سنه. فطبعا كونوا فيها حاجات كتير، ان انا من وانا صغيره بتعلمك الكلمات الصعبه بتاعت سيد درويش، وفي نفس الوقت الالحان بتاعته الثقيله دي والفكر ده. وفي نفس الوقت استاذ محمد صبحي هي نفس المفارقه برضو، ان كان عندي يعني بابا كان بيسجل الحاجات قبل ما انا اتولد ويخليها لي لغايه ما اجي علشان اتفرج عليها، منها الفوازير، منها الاغاني اللي هي زي الليله المحمديه، منها هي حاجات صفاء السعود وعبد المنعم مدبولي، الحاجات دي. فانا اتعلمت ان انا اسجل الحاجه اللي انا بحبها واتفرج عليها بعدين. فاستاذ محمد صبحي كان مسلسل ونيس بالنسبه لي، فكنت بسجل المسلسل باجزائه كلها، يعني انا عندي ال5 اجزاء كلها في اسكندريه في شرايط، واتفرج عليها في الوقت اللي ما فيهوش المسلسل بتاعت. فلغايه ما قابلت استاذ محمد واتكلمت معاه، يعني حكيت له اللي حصل ده، ان انا عندي مسلسل ونيس هناك، وكنا بنتكلم على اساس ان انا هدخل معاه مسرح، مش همثل معاه في حاجه، يعني هغني بس في المسرح. بعد كده قدمت استوديو ممثل، وبعد كده اتعلمت التمثيل على ايده، بعد كده دخلني في ونيس اللي انا كنت بسجلها زمان وحافظاها. يعني سبحان الله ربنا ماشيني خطوات انا ما كانش الواحد يتخيل ان هي تمشي زي ما مكتوبه لي. يعني مره لقيت هنا حافظ صاحبتي بتقول لي في اغنيه اسمها نقابل ناس، فقلت لها انا بحبها، ودخلت الاوضه وحطيت الموبايل قدامي وقعدت اغني الاغنيه دي تقريبا 25 مره ولا 26 مره في الفيديو، وكل مره ببقى نفسيا موجوعه، مش قادره، يعني مش عارفه اقولها زي ما انا حساها، وفي نفس الوقت انا حساها مبهجه مش حزينه. ورحت قايلها اخر مره بقى خالص اللي هي نزلت لكم، وانا ببتسم وانا بضحك وزي ما انا حساها، وتيجي زي ما تيجي بقى. ممكن علشان انا قلتها غير اللي هي كانت معموله بيه، هي كانت متوزعه لانها فيها شجن، فبتتقال بسنه حزن شويه، ان هو مين الدنيا دايما له فيها كسره. لا هي مش كده، احنا اللي هو عادي، ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الايام، عادي يعني. حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالالوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا امان، همومك بكره هتعدي مفيش حاجه ما بتعديش، حياه عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش، نقابل ناس نفارق ناس وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانيه والتانيه، هنعمل اول حاجه اشتغلتها في حب زمان شركه لايف ستايل، هي شركه مش مصريه، وكونهم يبتدوا معايا من اولها، في ناس ما تجذفش، يعني في ناس ما تاخدش الخطوه دي، لا هم جذفوا وعملوا لي انتاج محترم جدا، يعني اشكرهم عليه كتصوير كليب وكصرف على الاغنيه نفسها كاوديو. بعد يا حب زمان افتكر تسر اتفقلوا بالخير، وبعد اتفقلوا بالخير عملت مسلسل بتاع بيت السلايف هستنى ايه، والتتر الاولاني والنهايه للمسلسل، وبعد كده انا شهيره، وبعد كده يا بتاع الورد، وبعد كده لا في حاجات كتير، وكل واحده وفرصه تتغير، دي اخر حاجه انا عملتها. وخلي خطوتك سابقه تقابلك فرصه ما تفوتش، ولو عدت اجري بس ابقى دي هتقوي ما تموت. انا
ملك وشطان كان دويتو بيني وبين سليم عساف، واتفقنا ننزلها وعملنا لها الفيديو الليركس الصغنن اللي حصل ده، هانا صاحبتي اللي كانت مشاركة فيه، وكرو كيان كان هو اللي كان قايم الليلة كلها، وما بين سليم عساف بره في لبنان. برضو ما كنتش متخيلة لها اي حاجة خالص، لقيت الدنيا معجبين جدا بالديو ده. الحمد لله، يعني انا اللي يهمني ان لما اعمل حاجة ما زعلش عليها بعدين، ده ببقى اهم حاجة بالنسبة لي، ان انا ببقى مبسوطة وافتخر ان انا في يوم من الايام عملت الحاجة دي. انا خدت جايزة احمد زويل، لسه بص عليها اهو، جايزة احمد زويل في الاوبرا، انا افضل صوت هناك. وفي جايزه، على فكره في ناس كتير ما تعرفش ان دكتور احمد زويل كان بيدي جايزه في الاوبرا، دي كانت جايزه تقديريه منه للي بيغنوا جوه الاوبرا، لان احنا ما كناش بنبقى معروفين بره، فتقديرا منه كان بيعمل لنا مسابقه ويختار مننا الافضل. فقدمت في سنه من السنين سنه 2006 وخدتها احسن صوت هناك الحمد لله. بعد كده في حصلت وقفة ليا ووقفت غنى شوية، وبعد كده رجعت الأوبرا تاني. بعد ما رجعت الأوبرا خدت جايزة تقدير من أستاذ محمد صبحي ومن لجنة التحكيم في مهرجان الدراما على دوري فوانيس. أهمهم بالنسبة لي وأكتر حاجة بحبها جايزة الألترس، اللي هما دايما معايا ودايما بيبقوا هما في ظهري. التمثيل والغنى في حاجه لسه في طور التخطيط، لسه التنفيذ ما حصلش. مسلسل بنت القبائل، استاذ حسني صالح المخرج واستاذ مدحت صالح، ده ديو ان شاء الله. لكن الغنى هيبقى مع استاذ مدحت صالح، والكلام هيبقى استاذ الله يرحمه عبد الرحمن الابنوسي. يعني هو مجرد ما الاسم اصلا الاسمين دول اتقالوا قدامي، انا مش عايزه اعرف التفاصيل، انا موافقه. فمبسوطة جدا جدا بالتجربة دي، فيا رب تكمل على خير يا رب ان شاء الله. محدش سمعني ليه، محدش فاهمني ليه، محدش سمعني ليه، محدش فاهمني ليه، محدش سمعني ليه، محدش فاهمني ليه، محدش سمعني ليه، محدش فاهمني ليه. هنا في مصر ان شاء الله في حفله ان شاء الله يوم الخميس الجاي في الساقيه. اول حفله ليا كانت باسم ياسمين علي، كانت معاهم، بحس ان هما وش خير عليا، وان انا كمان يعني في كيمياء بيننا وبين بعض. بره مصر في حاجه متفقه عليها ان شاء الله، مش عارفه اقول عليها ولا لا، في مهرجان مونتريال ان شاء الله في شهر 11 هنطلع ان شاء الله هناك، المفروض بمثل هنا مصر، انا الوحيده اللي مصريه هناك لسه، مع يعني احنا برضو في طور التخطيط يعني للموضوع، بس ان شاء الله خير. يعني انا دلوقتي كياسمين ما بحبش فكره الالبوم، انا وانتي واي حد دلوقتي لما بينزل البوم لحد اسم كبير اصلا بنعمل ايه؟ بنسمع الالبوم كله ونختار اغنيه ونفضل نعيد ونزيد فيها، هي دي اللي بتعجبنا. فانا بعملها لكم اصلا، ان انا بجيب لكم اغنيه سنجل وببقى مركزه عليها وببقى مختاره الكلام واللحن كويس جدا، وبصورها على قد ما اقدر بشكل كويس جدا واقدمها لكم. كان دايما عندي مشكله مع اللي حواليا كلهم، ان انا لازم اواكب العصر، ان انا لازم ابقى زي غيري، وانا كنت دايما شايفه انه لا، وكنت دايما اقول للي حواليا لا مش هغير من ستايلي ولا من اسلوبي، هتغير لحد ليه؟ او هلبس حاجه انا ما بلبسهاش في طبيعتي ليه؟ يعني ليه البس كات وانا ما بلبس كات اصلا؟ فانا طبيعي بحب اللكم، بحب المقفول، حتى الميك اب بحب الهادي، بحب البساطه على قد ما بقدر، زي ما انا قاعده معاكي، زي ما انت نفسك بتخرجي، زي ما اي حد طبيعته بتبقى كده. العادي واللي المفروض احنا كعادات وتقاليد عندنا في بلدنا، مش هتنزلي الكات وتمشي في الشارع، ولو عملتيها لازم في عربيتك وتبقي قافله على نفسك. فانا بعمل زي ابسط حد موجود بيقدر يروح جامعته ويرجع. في مثل قديم بيقول لك البس اللي يعجب الناس وكل اللي يعجبك حاجه كده باين، انا ضد المبدا ده خالص، انا بلبس واكل اللي يعجبني. حسب ما انا حاسه، لان في الاخر انا اللي هرتاح، اللي قصادي في كذا حاجه تانية تريحه، مش هتيجي عليا انا وتقف يعني. فانا بالنسبه لي بعمل الحاجه اللي تريحني. اللي بيبقى حياته الشخصيه طول الوقت قدام الناس دي بيبقى فيها تدخل زياده عن اللزوم، وبيبقى ما تعرفيش الناس اللي بتكلمك فئات مختلفه، وكل واحد ليه اسلوبه في حياته، فلما بيكلمك بيكلمك باسلوبه هو، فلما يكلمك في حياتك كمان هيكلمك باسلوبه هو، فانت ممكن تتقبلي وممكن ما تتقبليش. فانا شايفه انا بقدم لهم فن، وهو ده اللي ليهم عندي، الفن يا اما اقدمه بشكل كويس وصح
هي بلاها، فانا بقدم لهم الفن كويس على قد ما اقدر وبختار على قد ما اقدر بالشكل الكويس، انما حياتي بقى دي بتاعتي انا بقى. يا رب افضل عند حسن ظنكم، يا رب افضل ياسمين اللي انتوا شفتوها في اغنيه نقابل الناس، بس بالافضل اللي كل ما ده بقى بتشوفوها بانها بتتطور وبتشتغل على نفسها. بحبكم. اللي ربه كبير وستره مستحيل تكسر بخاطره، كل عبده ليه دفاتره، له ملايكة مقايدي، لو مشينا بحسن نية كله يسلم من الأذية، عيش حبة بإنسانية، مين بياخد رزق مين؟ تابعوا كل أخباري وآخر أعمالي على موسيقى تي في.